في يعني مكان الكاسكني وكن اي دي سيل الور سي ماجر صباح الخير. صباح الخير عليكم. ثاني يدنا ذكي مسيو مخلوفي دون ستوديو. مسيو الخير عليكم. مسيو الخير شيخ واش راك جاسبر كو جات بيان. وي وي تافا وي توا. نحييكم ونحيي كل الشعب الجزائري ان شاء الله وكل عام وانتم بخير. الور مسيو رابح ماجر بريمير كيستيون جوستومون اون ابوردي افيك مسيو مخلوفي لي زونسيان اونتر بارونتيز جلوار بو نو با دير لي كومبيتونس الجيريان كي سون بلو لا ايلا ايفوكي لا بيرسون دو مسيو ماجر كي دوا روفينير الور تو دابور اونتوندر سا دو لا بار دو مسيو مخلوفي فيرتيرمون سا فو في بليزير. والله شو بيكون صراحة يعني سي توجور ان بليزير دو بارلي دو مسيو مخلوفي شيخنا ولازم الشعب الجزائري يعرف باللي هذا الرجل العظيم الذي اعطى الكثير للكرة الجزائرية. هذا الرجل الذي هو الاول كمدرب نادالي للمنتخب الجزائري في سنة 78 واكتشفني واكتشف كل اللاعبين اللي عطاوا الكثير للكرة الجزائرية ومنهم بلومي ومنهم مرفقان ومنهم عصاد ومنهم الآخرين. يعني كل هذا كان اكتشاف من السيد مخلوفي والمساعدين تاعو في هذاك الوقت من كرمالي وسكان، ونشكرهم كثير على هذا التكوين وعطونا الطريق المستقيم اللي مشينا به والحمد لله نجحنا في الجزائر ونجحنا في الخارج. وكما قلت لك سي توجور ان اونور بور موا دو بارلي دو مسيو مخلوفي كو جو كونسيدير كوم ان بير بور موا باسكو لا في بوكو وعطاني كثير وكونني وما ريوسيت اون طونك فوتبالور كو سو سوا اون الجيري ولا اون اوروب سي اوسي العمل اللي قمت به معاه منذ سنوات وسنوات ونشكره كثير. أكاث إنك تنمرث ماجر إنك ذرا تجميل تاتاسي مس مخلوفي إنك ذنتيق لن زفيري واسمي خدمة تاتاسي إنك سكما ذاك لي وضار سويركي يعني ذرا تجميل تمقاري رشيد مخلوفي ألور مسيو ماجر جسوم مخلوفي قال ماجر لازم يولي ني بور أنتري ليكيب ناسيونال ني بور بروند لافاف قال كي دوا بروند لو فوتبول ناسيونال. والله هذا شرف كبير هذا الكلام يجي من رجل عظيم وهو في ذرا مخلوفي. واحنا الجزائر دائما على عيننا وراسنا. انا دائما في خدمه الكره الجزائريه ان شاء الله. وانا مستعد في اي لحظه في اي وقت. انا جزائري. لو الجزائر والكره الجزائريه محتاجه الى رابح ماجر انا مستعد. انا مستعد حتى لو حاليا انا موجود خارج الجزائر، ولكن انا قريب قريب على الجزائر في اي لحظه في اي وقت ان شاء الله. نرجع للكره الجزائريه ونخدم لمصلحه الكره الجزائريه ان شاء الله. ونتمنى الكرة ترجع إلى مستواها الطبيعي كما كانت في سنوات السبعينات لما كان سيد مخلوفي مدرب للمنتخب الجزائري، وأيضا في سنوات الثمانينات لما كان هو أيضا وأيضا سيد محيدي خالف، وأيضا في التسعينات لما كان سيد كرمالي. إن شاء الله نرجع لهذا المستوى، ولو نرجع إن شاء الله يوم الأيام للكرة الجزائرية لازم السياسة تتغير وترجع إلى السياسة اللي كانت من قبل من قبل مع مخلوفي. وانا دائما لما كنت مع المنتخب الوطني الجزائري كنت دائما مشيت في هذه السياسه هذه باللاعبين المحليين واحسن لاعبين يلعبوا بالخارج لكي نكونوا منتخب قوي ونلعب مباريات كثيره في الجزائر، مباريات الوديه لكي نكون فريق جيد وعلى اساس جيد، ونلعب مباريات الوديه اكثر من مباراه لكي ما ننتظرش يعني التاريخ الفيفا لكي تعطينا مباراة ودية، لأن هكذا ما راح نكون فريق ولا يكون عندنا فريق قوي. والدليل التراجع الأداء والنتائج لمنتخبنا الوطني الجزائرية، لأن اللاعبين اللي مش متعودين يلعبون المباريات الودية بينهم، لأن مباراة واحدة في الموسم أو مبارتين تاريخ فيفا هذا ما يساعد الكرة الجزائرية. لهذا نرجع إلى السياسة السابقة، يعني ملتيبليي لي ستاج دو بريباراسيون اون الجيري، ملتيبليي لي ماتش اميكو في الجزائر مع اللاعبين المحليين، ولو فيه اللاعبين المحترفين قادرين يجوا يلعبوا هذه المباريات بالفرح في السرور يجوا يلعبوا مباراه، لو ما يجوش وعندهم يعني ارتباطات مع الانديه تاعهم ما فيش اي مشكله، ننتظروا التاريخ Monsieur Majer, alors justement parlons des joueurs locaux. Monsieur Benchika a convoqué cette fois-ci plusieurs joueurs locaux. C'est un bon signe.
والله شو بيكون صراحه يعني لازم نشوف لازم نفهمه كلمه ماشي لان سيد انا دائما نتكلم ونقول المنتخب الوطني الجزائري لازم يكون متكون باللاعبين المحليين واللاعبين اللي يلعبوا في الخارج اللاعبين اللي يلعبوا في الخارج احسن لاعبين لازم يجوا لانضمام الكرة للمنتخب الوطني الجزائري ولكن هذا التغيير يعني كل الناس راح تنتظر لان ما جبنا لاعبين محليين راح نلعبوا مباراه وديه مع لوكسمبورغ راح نفوزوا بسهوله وراح نلعبوا مباراه امام المنتخب المغربي راح نفوزوا بسهوله لان جبنا اللاعبين المحليين هذا غلط لازم تكون سياسه واضحه هذا الكلام اللي قلت لك من قبل لو نجيب لاعبين المحليين نديروا سياسه محليه سياسه محليه باللاعبين المحليين وندير التربصات يعني مرتين في الشهر الاسبوع الاول والاسبوع الاخر الاخير لكي نكون الفريق اي رونفورسي سات ايكيب ناسيونال اكاديمي جوا كي يقول لي ترونجي ولكن هذا يطلب وقت مزيان ماجر يعني نروحوا برك رابيدمون برك الله يسترك جوستومون نوليو سي ماجر يعني كي لو بوست اللي يوالم كي كون تولي ان شاء الله للجزائر والله شوف يعني تطلع الى هذه يعني تزعجني شوي لان ما عنديش يعني رد واضح على هذه الاسئله انا دائما نقول انا في خدمه الكره الجزائريه وفي اي لحظه ان شاء الله لو محتاجين رابح ماجر على 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 عيني وراسي ونشوف المستقبل واش يقرر ان شاء الله Alors, Majer, une dernière question. Il y a né le 17 novembre, vous confirmez, Rak Qatar parmi les stars mondiales Inch'Allah, Inch'Allah. خذيت جاني اتصال هاتفي من المسؤولين وطلبوا مني ان شاء الله لكي نكون قبل المباراة البرازيل والارجنتين نكونوا في الميدان يكون اللاعب ارديلاس يكون كامباس يكون باجيو يكونوا اكثر من لاعب الذين لعبوا كاس العالم ونكونوا ان شاء الله هناك ونفرحوا كلنا سوا ان شاء الله في هذه